مرحبا بكم في الميور باتيسيه لي كوتيديان. اليوم معايا امين. عسلامه امين. عسلامه مدام. لاباسك مليح؟ لاباس الحمد لله. صحتك لاباس؟ والله غير لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. انا امين اليوم جبت لك غير التقليدي. انت راك حاب التقليدي وحاب تعلم التقليديه. الوغ عندنا المبرجه. تحب المبرجه امين؟ نحبها وي. تحبها؟ كليتها ديجا؟ كليتها ديجا. هاي خلاص دوك نقول لك المقادير بصح انت تعجن وانت طيب. ماذا بيا؟ هاي تخيب. انا واش عندنا؟ عندنا 3 كيلات دقيق مويا ياك، عندنا 4 كيلو فارينه، عندنا كيلو ناقصه السمن نكملوها بالزيت ولا مارغرين. عندنا شويه تاع الزيت الماء زهر ونطموها بالماء. لا فرص واش عندنا؟ عندنا الغرس، عندنا شويه تاع الزيت، عندنا شويه تاع القرفه، الملح وشويه تاع لافاني والسكر نسحقه في الدشيشه. اوكي هكذا. اي بسم الله. جيب الكيلو الكيلو بها خابيه. نجيبو سا فوالا. دوك تكيل 3 كيلات دوك نعمرهم حتى ليفو. فوالا خابيه بسم الله. هي دائما كنروحو للدشيشه ولا نقولوا بسم الله ويلا. بسم الله. دوك ندير هنا فوالا امي كيلو. ثانية خابية والثالثة هكذا نكونو خفاف تخي تخي. دوك تحط لنا هذيك الربع كيلو تاع الفارينة. نديرو لافارين هنا داخل. فوالا لافارين هنا لداخل. بسم الله. عندك الملح قيس اون كويغ اكافي. ما نديروش بانسي باش نحسو بالبنة تاع الملح. اي دونك ندير دو. فوالا دو بون بانسي تاع الملح. اوكي. عندك اون كويغ سوب تاع السكر عادي. تخي بيان. اللي هي عينك ميزانك امينة. عيني ميزاني. اوكي. الو الكيلة اللي كيلنا بها نديرو لها السمن. نديرو لها السمن. نديرو كيلة ناقصة دو دوا. تعرف واش دير؟ احفر شوية هنايا. تخي بيان. نحطو الكيلة تاعنا. هكذا. تخي بيان. فرغ السمن ناقص دو دوا. اوكي. السمن راهو دايب. نقدروا نبدلوا السمن بالزبده انا. شوف الزبده كامل كامل بزاف. نزيد نديروا السمن باش تقعدنا تراديسيونيل. ونزيدوا لها شويه زبده وشويه زيت باش يجيني مرمم. اوكي. تخي بيان. فوالا زيت شويه. تخي بيان. دونك نفرخ ال. لا لا زيد مغرفه زبده. مغرفه كامله؟ ايه مغرفه كامله. هذه كامله نحطها. نحطها كامله. فوالا تخي بيان. تخي بيان. الزبدة تاعنا راهي طرية أمينة. إي لازم تكون طرية. من الفريجيدا ديغاكتومون. دوك نكملوها بالزيت. ندير لداخل. إيه لداخل باش تتعمر الكيلة تاعك. فوالا. فوالا. نقدروا نزيد لها شوية تاع السمن. نزيد باش تجينا الكيلة راهي سواسوا. شوية برك. تخي بيان. تخي بيان. دوك تفرغ هاد السمن والزبدة والزيت فرغها في ال. فرغها في الوسط. فوالا. في وسط الشيشة ديالك. بسم الله. تخي بيان. دوك تبدا تبل بصبعتك هكذا. هكذا. فوالا هكذا. تروح هكذا بصبعتك. شغل تدخل اليد نتاعك في الشيشة تاعك والفارينة. هكذا؟ هكذا حتى وين تدخل لك كامل اليد في الشيشة تاعك والفارينة. تخي بيان. انت تحس بيدك بلي راهي تخلي مليح ليدام تاعك. نحسوها كشغل دي سابل. فوالا ترملت كيما نقولوا ترملت. اوكي. تخي بيان. درك امين عندنا واحد نص كيلو تاع الماء. إيه؟ نروحوا بالعقل حتى وين تنطم لاباط تاعنا، مي نقولوا ابوبخي واحد نص كيلو تاع الماء. ما نديروهاش في دانكو. انت روح بشويه وراك تبل، روح بشويه راك تبل حتى وين تنطم لاباط تاعك. اوكي. دونك ندير بها هكذا. دير اون بون كونتيتي قبل. تخي بيان. هكذا؟ فوالا دوك حبس بدا طل. سو كاين شيشة اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. ياك؟ ايه فهمت. تخي بيان. دركا نقسمها اون دو اون دو بول، زوج عجنات صغار ياك؟ فوالا. تخي بيان لازم يكونوا قد بعضاهم امينة. نعطم هاد الحواشي. هكذا؟
وكان عجنوها بزاف ريحه تجيني معجنه امينه وكان عجنها بزاف تولي معجنه غير نطموها برك انا نعطيك بابي فيل هنا دير وحده كل وحده وحده كل وحده وحدها باش تعجننا لا باس ايه خايبيها درك دير لا فرص تاعك معليش فيها العجينه باسكو راح تدخل 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 في العجين دير العقده تاعنا دير والغرس ديروها هنا ما نقدروش نبدلو بحاجه واحده اخرى نو مبرجه تقعد بالغرس امبوسيبل نبدلوها ما تحبش الغرس امين لا لا سي نحب التمر نموت على التمر نموت على التمر اهي دوك هذه راهي بزاف على هذه العجينه اللي راهي قليله نقسمها على زوج امينه هنا هكذا هذا الكبير خير هذاك الكبير خير دير شويه تاع القرفه ندير عين ميزان فوالا عينك عينك ميزانك شوف الا تحب القرفه تقدر تزايد بصح ما زايدوش بزاف راهي الدوره إيه؟ القرفه تزيد شويه باك نهار يومي تلقاها دارت انا ندير حنايا بانسي تاع القرفه عندك إيه؟ المغرفه تاع الزيت نديرها كاع لهنايا الداخل قسين كويه سوب فوالا خايبيا هكذا تري بيان درك عندنا المزهر هذاك المزهر طم به العجينه ديالك نديرو بالعقل ولا نديرو بالعقل وطم العجينه تاعك دوك لا كانت لا فاس تاعك ناشفه تسمى تحق كونتيتي كبيره تاع مزهر ولا كانت مليحه طريه يا ربي انكو ياخذك يا غاز دوك ندير بالعقل بالعقل فوالا هكذا اي نبدا هكذا وبالها تولي لك امبات مانياب على بالك امين لو كانت تكون ناشفه ويابسه ماهيش رايحه تمشي لك مليح في العجينه ما تمشيش مليح دونك لازم تكون شويه طريه ايه فوالا هنا نديرو اون بول دير اون بول نعطيك البابي لو طون ديبالاسي بحالتنا ونقعدو نطبعو العجينه ديالنا وكي نديرو لاباس نخلوها تريح شويه ولا نو ماشي حاجه امين لو طون توجد لافارس وتخمل حالتك يلا تبدا تخدمها ما تخليهاش تريح بزاف سينو تشرب لك بزاف ايه تشرب بزاف فوالا مفهوم الو غامين العجينه تاعنا راهي واجده انت اللي عجنتها الله الله ولا فرص تاعك راهي واجده انا واش ندير نشعل الفرن ديالي وبدا حلي العجينه عندك دو ساشي هنايا نقصها كامل دوك انت حل العجينه الاولى حلها شويه بيدك قبل فوالا دوكا سي مو امين دوك تعرف واش دير حلي هذيك لافارس نديروها هنا معليش فوالا نديرو صغير شويه ولا كيما دير قيسوس كيف كيف فوالا قيسوس بس اوكي خايبين هكذا خايبين دوك تحل هذيك لاباط انا خفت ما تقدرش تحلها مليح تعرف واش دير شغل فتتها فوق هذا العجين خايبين دوك حط هذاك لو ساشي فوالا هكذا دوك بدا حل بالحلال غير بالعقل لا فوالا بسم الله بون هلا اوبليجي نصدموها طحو هكذا نطراسي لك انا وانت كملنا حبينا نديروهم صغار حبينا نديروهم كبار كيما حبينا فوالا خيب يا امين عاود تسقم الحبات فوالا بسم الله هنا قطعتهم طوال امين تما جاوك براج فوالا راك تشوف امين شحال نطيبوهم جست يحمروا شويه يجيني كولور دوري شابا نعاود نقلبها لجهه واحده ما عندهاش وقت امين ما عندهاش وقت عندهاش. كيف كيف عينك ميزان عينك ميزانك راك عقلتها معليش نحطو فيها بلاطو عندنا بلاطو فوالا هادي هكذا تن طيبه هاديك طيبه الو
الوغ المبرجة تاعنا ولا البرج ديالنا راهم واجدين وطيب الحميم راه الله الله امين يعطيك الصحة. انت عجنتها وانت طيبتها برافو عليك. عجبك الحال امين؟ ماشي عجبني الحال ماذا بيا نعاودهم؟ اه وي لازم تعاودها لازم تعاودها. يعطيك الصحة بيان سور. دوك وقول لي رايك. هيلا يعطيك الصحة عجباتك لازم تعاودها امين. نعاودها ماشي خطرة وماشي ان شاء الله باش تحفظها مامك هي ثاني تعاودها ان شاء الله. يعطيك الصحة وليدي تعيش. هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم. اللي يحوس على الوصفة يلقاها في مواقع التواصل الاجتماعي. يعطيك الصحة امين اللي حضرت معايا. ربي يحفظك مالك ويحفظك وليدي العزيز. نتلاقى غدوة ان شاء الله مع وصفة واحدة اخرى. نقول لكم مع السلامة.